بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرحه في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بضيفنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. ذكر المؤلف وكنا معه في الحلقة الماضية آيات المنافقين والمؤمنين وصفاتهم في سورة التوبة، من قوله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، إلى قوله: أيها النبي جاهد الكفار. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، إلى قوله: أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. ثم قال رحمه الله: ومنذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة، صار الناس ثلاثة أصناف: مؤمن ومنافق وكافر. فأما الكافر ثم ذهب يبين ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في مكة ودعا الناس إلى الإسلام، انقسم الناس في مكة إلى قسمين: مؤمن وكافر، مؤمن به وكافر به. ولما هاجر إلى المدينة وقوي الإسلام ظهرت صنف ثالث وهم المنافقون، فصار الناس بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام: مؤمنون، كافرون، ومنافقون. والنفاق إنما يظهر عند قوة الإيمان وقوة المسلمين، يظهر النفاق، أما مع ضعف المسلمين فإنه لا حاجة إلى النفاق، يصرحون بكفرهم. لكن إذا قوي المسلمون وخافوا منهم أظهروا الإسلام اتقاء ولأجل أن يعيشوا مع المسلمين، ويتخذونه جنة يستترون من ورائه، كما قال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله. هذه صفة المنافقين. فالنفاق إنما حدث بعد الهجرة، لما قوي الإسلام صار هناك قوم لا يجرؤون على أن يواجهوا المسلمين ويقاوموا المسلمين، فأظهروا الإسلام لأجل الخديعة وبقوا على كفرهم في الباطن. ونحن ليس لنا إلا الظاهر، نحكم على الظاهر، وأما الباطن فإن الله يتولاه. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله فالله هو الذي يتولى السرائر. ولذلك وأما نحن فنقبل الظاهر. ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم إيمان المنافقين، لأن المقصود هو كف شرهم، وأما الإيمان فهو بيد الله، يؤتيه من يشاء، والرسول لا يمنح الإيمان: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا انكف شرهم وبقوا على كفرهم في الباطن فهذا ضرره عليهم. نعم. قال: فأما الكافر وهو المظهر للكفر فأمره بين. إيه نعم، المسلمون على معرفة منه يعرفون أنه عدوهم وأنه كافر. نعم. وإنما الغرض هنا متعلق بصفات المنافقين المذكورة في الكتاب والسنة. فالمنافقون هم الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، وهؤلاء أخطر من الكفار الأصليين، لأن الكفار الأصليين يعرفهم المسلمون ويأخذون حذرهم منهم، أما المنافقون فالمسلمون ينخدعون بهم وهم يخدعون المؤمنين،
يعملون الكيد لهم في الباطن وينشرون الشر والفتنة، فهم أشد خطرا من الكفار الأصليين. ولذلك قال تعالى: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. نعم يا شيخ، حتى في يعني في هذا الزمان وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد إلا ما أخبر الله به رسوله ثم أسر به إلى حذيفة رضي الله عنه من أسمائهم، لم يكن يعرف أن فلان منافق بشخصه. يعني ممكن يقول المسلم أو السامع الآن يسمع حديثك: نحن قد نظن بأحد خيرا أو نظن به سوءا، والظن لا يغني من الحق شيئا، لكن كيف هل لأحد أن يقول هذا منافق أو هذا غير منافق، أو يحكم عليه من قوله أو من فعله، أو من تخلف عن الصلاة كما قال مسعود: لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق؟ مسألة النفاق الاعتقادي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه عمل قلبي. أما النفاق العملي فهذا يظهر من أنه يتعاطى شيئا من صفات المنافقين، مثل تأخره عن صلاة الجماعة، هذه علامة نفاق، مثل كراهيته للصدقة، هذه علامة نفاق تظهر عليه ويعرف ذلك منه. ومثل الكذب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، هذه آية المنافق، يعني علامته يعرف بها. الله جل وعلا يقول: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول. فيظهر على فلتات ألسنتهم وصفحات وجوههم ما يبطنون من النفاق، لكن نحن ليس لنا إلا الظاهر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإنها أي صفات المنافقين المذكورة في الكتاب والسنة هي التي تخالف على أهل القبلة، هي التي تخاف على أهل القبلة. نعم، صفات النفاق العملي هي التي تخاف على أهل القبلة. المؤمن لا يمكن أن ينافق نفاقا اعتقاديا أبدا، الحمد لله، وإنما قد يأتي منه النفاق العملي، وذلك بالكذب في الحديث وإخلاف الوعد والفجور في الخصومة، فهذه من علامات المنافقين وهي من صفاتهم، وقد تصدر من المؤمن، قد يصدر من المؤمن النفاق العملي. نعم. فوصف الله سبحانه المنافقين بأن بعضهم من بعض، وقال في المؤمنين: بعضهم أولياء بعض. نعم، الفرق بينهما ظاهر، أن بعضهم من بعض يعني يشبه بعضهم بعضا في الكذب والخبث والنفاق، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، بمعنى أنهم يحب بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض ويتولى بعضهم أمور البعض الآخر، إذا عجز عن بعض الأمور فإن أخاه يساعده هكذا. نعم. وذلك لأن المنافقين تشابهت قلوبهم وأعمالهم، وهم مع ذلك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نعم، لأن المنافقين يتظاهرون بالإسلام فتحسبهم جميعا في الظاهر، لكن قلوبهم شتى متفرقة، لأنها ليس فيها إيمان، ولا يجمع القلوب إلا الإيمان بالله عز وجل. نعم. يعني ممكن يكون أيضا مثل ما ذكر الشيخ من صفات المنافقين التي تخاف على أهل القبلة، أن نجد في بعض المشتغلين بالدعوة والإسلام والتدين أنهم لا يكونون متوادين، أو تكون قلوبهم شتى، وإذا غاب عن إخوانه يقع فيهم أو لا يحوطهم بنصحه. هذا نتيجة أحد أمرين: إما كبر وإما حسد، وهذه من صفات المنافقين. فالمؤمنون ما يمكن، المؤمنون الصادقين الصادقون في إيمانهم، لا يمكن أن يقع بعضهم في عرض بعض أبدا، فإن وقع فإنه دليل على حسد أو على كبر أو على إعجاب في الشخص أو بغض لأخيه، وهذه من صفات المنافقين بلا شك. نعم. قال: فليست قلوبهم متوادة متوالية إلا ما دام الغرض الذي يؤمونه مشتركا بينهم، ثم يتخلى بعضهم عن بعض. أي نعم، لا يتحدون إلا عندما يكون الطمع واحدا، هم يتحدون في طلب هذا الطمع، وإذا حصل فإنهم يتفرقون، لأنه حصل المقصود الذي جمع قلوبهم، فإذا انتهى عادت قلوبهم إلى التفرق والتشتت. نعم. قال: بخلاف المؤمن فإنه يحب المؤمن وينصره بظهر الغيب، وإن تناءت بهم الديار وتباعد الزمان. المؤمنون بعضهم أولياء بعض،
سواء كانوا متعاصرين أو كان بعضهم متقدما وبعضهم متأخر، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، سواء كانوا مجتمعين في الزمان أو متفرقين في الزمان، وسواء كانوا مجتمعين في المكان أو متفرقين في المكان في أقطار الأرض فهم إخوة متحابون. قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، فالمؤمنون إخوة على اختلاف الزمان واختلاف المكان. نعم. قال ثم وصف سبحانه كل واحدة من الطائفتين بأعمالهم في أنفسهم وفي غيرهم. أي نعم، وصف الله كل من الطائفتين، الطائفة المنافقين وطائفة المؤمنين، بصفاتهم المميزة. فالمنافقون والمنافقات يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، هذه صفاتهم، هذه صفاتهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، هذه صفات المؤمنين. نعم. قال وكلمات الله جوامع، وذلك أنه لما كانت أعمال المرء المتعلقة بدينه قسمين، أحدهما أن يعمل ويترك، والثاني أن يأمر غيره بالفعل والترك، ثم مضى يذكر ذلك. نعم، أعمال المؤمن على قسمين، أعمال خاصة به لنفسه يعملها ويقوم بها، وأعمال عامة له ولغيره، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإيتاء الزكاة، الصلاة مثلا. نعم. هذه خاصة بالمصلي. نعم. خاصة بالمصلي، عمل بدني خاص بالمصلي، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يتعدى نفعه إلى الغير، تعليم العلم النافع يتعدى نفعه إلى الغير، الصدقة تعدى نفعها إلى الغير. فالمؤمنون يعملون الأعمال الخاصة بهم والأعمال العامة لهم ولغيرهم، لأنهم يحبون لغيرهم ما يحبون لأنفسهم. قد قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. قال أحدها ما يقوم بالعامل ولا يتعلق بغيره كالصلاة مثلا. أي نعم. والثاني ما يعمله لنفع غيره كالزكاة. أي نعم. والثالث ما يأمر غيره أن يفعله، فيكون حظ العامل منه هو الأمر به، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يتعدى نفعه إلى الغير. نعم. فقال تعالى في صفة المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وقال بإزائه في صفة المؤمنين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم، بالعكس، أولئك يأمرون بالمنكر وهو كل فعل قبيح وعمل شنيع، وينهون عن المعروف وهو كل خير وكل طاعة، ينهون عن ذلك وينهون عن التمسك بالدين، وهذه صفة لا تزال باقية في الخلق. فالذين يظهرون الإسلام تظهر عليهم هذه الصفات، لأنهم يمقتون أهل الخير ويمقتون فعل الخير ويصفونه بالرجعية والتأخر وإلى غير ذلك مما هو معلوم الآن، هذا ظاهر. نعم. والنفاق لم ينقضي، هذه صفات باقية وهذه أمور باقية إلى أن تقوم الساعة. نعم. قال والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح. المعروف ما تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة، هو كل ما أمر الله به من الخير والبر والإحسان. نعم. والمنكر اسم جامع لكل ما نهى الله عنه. والمنكر كل ما نهى الله عنه فهو منكر، سمي منكرا لأنه تنكره العقول السليمة والفطر المستقيمة. نعم. ثم قال ويقبضون أيديهم. قال مجاهد يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله، وقال قتادة يقبضونها عن كل خير. نعم، ويقبضون أيديهم معناه أنهم يقبضون، أنهم يبخلون بالصدقة والإنفاق في سبيل الله، لأن الإنفاق بسط لليد والبخل قبض لليد، فهذه صفة اليهود وصفة المنافقين أنهم يقبضون أيديهم عن الصدقات، وقيل أعم من ذلك، يقبضون أيديهم عن كل خير. نعم.
وقبض اليد عبارة عن الإمساك كما في قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وفي قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال. نعم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، المقصود النهي عن البخل، فالبخيل قد غلت يده غلت يده وقبضت يده عن الإنفاق، والمنفق هذا قد بسطت يده في الخير. نعم، وفي قوله تعالى وقالت في قوله وقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني لا تقبضها عن الخير ولا تبسطها كل البسط، بل المقصود الوسط بين القبض وبين البسط، يتوسط الإنسان ويعتدل في الإنفاق فلا يبخل ولا يسرف. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. أي نعم، في صفات عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. نعم، قال وبإزاء قبض أيديهم قوله في المؤمنين ويؤتون الزكاة، فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة عرفية في الزكاة المفروضة فإنها اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي. منافقون يقبضون أيديهم والمؤمنون يؤتون الزكاة، هذا في مقابل هذا، فالمؤمنون يؤتون الزكاة، والزكاة على قسمين، زكاة الأموال وزكاة الأعمال والأنفس بطاعة الله عز وجل، بتزكيتها بطاعة الله وعبادة الله، بمعنى تطهيرها وتكميلها بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالمؤمنون يفعلون الزكاتين، زكاة المال وزكاة البدن وزكاة النفس. نعم، ثم قال نسوا الله فنسيهم، ونسيان الله ترك ذكره، وبإزاء نعم، وبإزاء ذلك في صفة المؤمنين قال ويقيم نسوا الله فنسيهم، نسوا ذكر الله جل وعلا، ولهذا قال ولا يذكرون الله إلا قليلا إلا قليلا، فعلامة المنافق أنه لا يذكر الله إلا قليلا، وهذا نسيان لله سبحانه وتعالى، فالله جازاهم بأن نسيهم يعني تركهم، ليس المراد بالنسيان في حق الله الذهول، وليس المراد النسيان أيضا نسيان المنافقين أنهم ذهلوا، فالذي يذهل لا يؤاخذ، وإنما المراد أنهم تركوا ذكر الله عز وجل، فلما تركوا ذكر الله تركهم الله من فضله، لأن الجزاء من جنس العمل، وهذا من باب المقابلة، يسمونه من باب المقابلة، وإلا فإن الله لا يوصف بالنسيان، قال تعالى وما ربك وما كان ربك نسيا وما كان ربك نسيا، فالله لا ينسى سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يغفل أو يذهل عن الشيء، لأنه منزه عن ذلك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فالله منزه عن ذلك، وإنما هذا من باب الجزاء، مثل قوله فيسخرون منهم سخر الله منهم، وكذلك في ومكر الله ويمكر الله، هذا من باب الجزاء والمقابلة. نعم، قال وبإزاء ذلك في قوله نسوا الله فنسيهم، قال في صفة المؤمنين ويقيمون الصلاة، فإن الصلاة أيضا تعم المفروضة والتطوع، وقد يدخل فيها كل ذكر لله إما لفظا أو معنا. لما كان المنافقون نسوا الله فلا يذكرونه، قال في إزاء ذلك في حق المؤمنين ويقيمون الصلاة، الصلاة ذكر لله عز وجل، قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، وقال سبحانه وتعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالصلاة فيها فائدتان، فائدة الأولى أنها ذكر لله سبحانه وتعالى، ذكر الله أكبر. والفائدة الثانية أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفائدة الثالثة أنها تعين على المشاق وعلى المصاعب، واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم، قال ويدخل فيها كل ذكر لله. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق، وقال معاذ بن جبل مدارسة العلم تسبيح. الصلاة تطلق ويراد بها العبادة المعروفة المبدوءة بالتكبير المختتمة بالتسليم ذات القيام والركوع والسجود
والدعاء وتلاوة القرآن، هذه الصلاة مجموعة من الأعمال القولية والعملية والقلبية، مبدوءة بالتكبير مختومة بالتسليم. ويطلق الصلاة ويراد بها ذكر الله عموما بالتسبيح والتهليل والتكبير، فالصلاة عامة. نعم. ثم ذكر ما وعد به المنافقين والكفار من النار ومن اللعنة ومن العذاب المقيم وبإزائه، يعني ثلاثة أمور: النار واللعنة والعذاب المقيم، كلها والعياذ بالله عقوبات شديدة. نعم. وبإزائه ما وعد المؤمنين من الجنة والرضوان والرحمة. أي نعم، ثلاثة أمور وعد المؤمنين في مقابل ما وعد به المنافقين، ثلاثة أمور: جنات ورضوان ورحمة. نعم. وأولئك لعنة بدل الرحمة، لعنة واللعنة هي الطرد والإبعاد من الرحمة. نعم. ثم في ترتيب الكلمات وألفاظها أسرار كثيرة ليس هذا موضعها، رحمه الله ما أدقه وما أغزر علمه، يعتذر عن أنه لم يبين كل ما تشتمل عليه الآيتان من الأسرار العظيمة، وإنما ذكر إشارة خفيفة منها. نعم. قال: وإنما الغرض تمهيد قاعدة لما سنذكره إن شاء الله من تحريم مشابهة المغضوب عليهم والضالين. نعم. وقد قيل إن قوله تعالى ولهم عذاب مقيم إشارة إلى ما هو لازم لهم في الدنيا والآخرة من الآلام النفسية، يعني أعم، ولهم عذاب مقيم يفسر ويراد به عذاب الآخرة، وقد يفسر ويراد به ما هو أعم وهو ما هم عليه في الدنيا من ضيق النفس وتكدير البال، فإن المنافق دائما في هم وغم، إذا رأى نصرة المؤمنين ورأى ما فيه المسلمون من الخير فإن ذلك يغمه ويسوءه، فهو دائما في هم وقلق وعذاب نفسي في الدنيا، وفي الآخرة في عذاب جسمي. نعم. فإن للكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم، وهذا شيء مشاهد، فتجد الكافر تجده من أشد الناس ضيقا في الدنيا، ضيق في نفسه وضيق في تصرفاته، وتجده مهموما وتجده مغموما دائما وأبدا، ولا يحب أن ينزل الخير على المسلمين أبدا، ما يسره ذلك، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فدائما الكفار في هم وغم وقلق، وإن ظهروا في نعيم وفي بسطة من العيش، لكن العبرة بنعيم القلب لا بنعيم البدن والمظاهر، فقد يكون الإنسان في مآكل طيبة وفي ملابس طيبة ومساكن فاخرة، لكن هو في نفسه في عذاب وفي قلق، وقد يكون الإنسان مسرورا في قلبه وفي نفسه ولو كان ليس عليه ثياب جميلة وليس عنده أكل يعني لذيذ وليس هو في مسكن مريح، فإنه في راحة في قلبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات معافا في جسمه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما سيقت له الدنيا بحذافيرها. نعم. فالعبرة ما هي بكثرة الغنى وكثرة الثروة وكثرة الزهرة الدنيا، إنما العبرة بنعيم القلب وسروره. ولهذا يقول بعض الصالحين: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. فالملوك في أبهة لكنهم في أنفسهم في ضيق وحسرة، وأما أهل الإيمان وأهل التقوى وإن كان ما بأيديهم شيء فهم في نعيم قلبي وسرور قلبي ونفسي. نعم. حين قال رحمه الله قال: فإن الكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم، قال: ولهذا تجد غالب هؤلاء لا يطيبون عيشهم إلا بما يزيل العقل ويلهي القلب. نعم. من تناول مسكر أو رؤية ملهن أو سماع مطرب ونحو ذلك، مما يدل على أن هؤلاء الكفار في هم، والمنافقون يعني في هم وغم، أنهم يتعاطون ما يريحهم من هذا الهم والغم ولو بالمحرمات والمفسدات، يتعاطون المسكرات والمخدرات لأجل أن يستريحوا مما هم فيه من الهم، ويسمونه الشراب الروحي
يسمونه الشراب الروحي لأجل أن يطردوا ما هم فيه من الهموم والأحزان، ولا يدرون أن الراحة في ذكر الله عز وجل وطاعة الله عز وجل، ويتلذذون بأصوات الملاهي والمزامير والأغاني لأنهم في هم وغم، ولا يتلذذون بسماع ذكر الله وبتلاوة القرآن الكريم الذي يغذي الروح والبدن ويقوي النفس ويزيد الإيمان، محرومون من هذا. وقد يؤول الأمر بهم إلى أن ينتحروا، وهذا مشاهد، يتضيق عليه الدنيا فيما رحبت حتى ينتحر ليستريح بزعمه، يظن أنه إذا مات يستريح، مع أنه إذا مات ينتقي إلى ما هو أشد والعياذ بالله. نعم. إذن ما دمنا نتابع هذه الصفة يا شيخ، وهذه صفة المنافقين والكفار كما ذكر، كونها توجد عند المسلمين أنه يحس بهذا الضيق والألم ويطلب ما يلهيه في بزوال عقله أو رؤية ملهي أو سماع مطرب، أن ذلك قد يكون بسبب قلة الإيمان أو النفاق في القلب. نعم، حتى المؤمن قد يحصل منه ضعف في الإيمان أو نقص في الإيمان، فيريد أن يعوض عن هذا النقص بهذه الأمور التي تزيده شرا، تفسد عليه عقله، تفسد عليه جسمه، وفي النهاية تكون شقاء له. فهذا ليس خاصا بالكفار والمنافقين، حتى في المؤمنين الذين عندهم فسق وعندهم ضعف إيمان، فإنهم قد يتعاطون هذه الأشياء لما يجدونه في أنفسهم من الوحشة ومن الضيق بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، لأنها ترهبهم وتخوفهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا في اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.